طيب هنكمل كلامنا في موضوع نادي الزمالك والاجيال اللي كانت موجوده في نادي الزمالك ودلوقتي اللي موجوده دلوقتي، وتحديدا كمان مقارنه هنعقدها بالموسم اللي فات. لك اروح للهاشتاج بتاعنا السوبر اندرسكور الدوري عشان جاي لكم اسئله كتيره. الزمالك محتاج باك شمال، انا حزين على الخساره، ولو استمر الزمالك كده الدوري وافريقيا والكاس يعوض علينا ربنا، اللعيبه ما عندهاش روح. ده محمد سلامه. محمد ابراهيم يا كابتن، هات السنه اللي فاتت الزمالك جاب كام نقطه بعد 23 ماتش؟ هتلاقي نفس المستوى اللي فرق الاهلي فيه. طب دي نقطه مهمه برضو زمايلنا في الاعداد برضو يشوفوها لنا، بعد عدد الماتشات دي بعد 23 ماتش كان مجمع كام من النقاط. ميمو الزمالكاوي بيقول محمد سالم مظلوم مع الزمالك ولا مش قادر يقنع المدربين بيه، لازم ياخد فرصته بجد. محمد سالم مظلوم، مهاجم اللي جه ما لعبش خالص، مظلوم مظلوم. مشكله نادي الزمالك انه مشى المدرب اللي قال رئيس نادي الزمالك نو، ده عمرو الطاير. ماشي، نرجع تاني بقى لنادي الزمالك، او تحديدا المقارنه اللي انتوا كنتوا بتتكلموا بيها، مجموعه اللعيبه والخبرات. الجيل اللي كان موجود من 2001 لحد 2004 اكيد هو مختلف تماما عن الجيل دلوقتي اللي موجود، لانه ما هماش لا بالنجوميه ولا بالخبرات المتراكمه اللي كانت موجوده. لا انا معاك. بص، انت قلت كلمه من شويه انا كنت يعني كنت داخل كنت هعقب برضو قبل ما تخلص كلام، ان هي اللعيبه اللي موجوده جايه برضو من اماكن ما خدتش فيها بطولات. مش شرط برضه، ممكن اجي بقى في نادي الزمالك القصه كلها ان انت يبقى عندك استمراريه. ما ينفعش يبقى انا عندي فرقه بحجم النادي الاهلي عندها كم الخبرات اللي عندهم، جات لهم حاله تشبع من البطولات، عندهم التوازن انه ازاي يقدر يلعب بطوله كاس مصر يوم 30 وبعد 4 ايام يلعب كاس سوبر، عنده التوازن انه يقدر يلم نفسه بسرعه. حتى لو خسران، الاهلي لعب بطوله السوبر وكان خسران بطوله الكاس قبلها باسبوع. عنده توازن ولعب مباراه وقدم مباراه هايله في الامارات، مظبوط. ولو كان كسبان برضو، خد بالك برضو الالتزام بيجي لك مش بالخساره بس، الالتزام بيجي لك في الخساره وفي المكسب. انك ازاي بعد ما تكسب ترجع تعمل، يجي لك حاله اتزان نفسي تاني، انك تقدر تخرج نفسك من نشوه الفرح. انك تروح تعمل مباراه كويسه او تاخد بطوله كويسه. ده برضو كنت بتكلم في النقطه دي وكانت معاك في البرنامج كذا مره قبل كده، ان احنا نادي الزمالك هل هيقدر يستمر؟ هل اللعيبه اللي موجوده عندها الثبات ان هي تقدر تستمر في الفتره دي، ان هي تقدر تجيب بطولات تاني؟ اللي كان هيساعدهم في ده برضو وجود فيريرا. ما ينفعش ان انا اغير مدرب ماشي كويس جدا، عندي واخد لي بطولتين من ثلاثه وبيأدي بشكل كويس جدا، وبطوله ما كانتش موجوده عندي بقى فتره طويله جدا اللي هي بطوله الدوري، وجابها موجود فيها وادى بشكل كويس، عامل حاله هايله مع اللعيبه، عامل في احترام. انا ما سمعتش عن مشكله السنه مع الزمالك، ما سمعتش عن مشكله مع مدرب. وبعدين خد بالك هي المشكله مش في كده، المشكله انه كان في لعيبه كتير جدا نجوم برضو بتقعد على الدكه ما كانش عندها مشكله، ما كانش عندهم مشكله خالص، ويطلعوا يتكلموا النهارده ما كانش عندها مشكله. السنه دي ممكن يكون ما عندوش مشكله في انه يتكلم، برافو عليك، لكن المشكله في الاداء من جوه، من الاداء. السنه اللي فاتت كان جاب بس مرسي بيجيب جول بيروح لخالد قمر، كان مش عارف مين، كان لعيب نص ملعب بيجيب جول بيروح رايح لزميله وقاعد بره في نص ملعب، اذا كان مصطفى فتحي او اذا كان امال حفني. فدي حاله كانت موجوده انا خسرتها، انا خسرت الحاله دي. ازاي بقى عندي مدرب بالحجم ده وامشيه؟ اللعيبه اللي موجوده، الاتزان اللي موجود عندها، بس انا متاكد مليون في الميه ان ما حدش جه في باله الحته دي. بص، حتى كمان يعني طريقه الالتحامات والشغل اللي كان بيتعمل الفني السنه اللي فاتت، ده من زمان السنه اللي فاتت. بص، اسلوب المدرب باين على الفرقه، اسلوب المدرب قعد فتره طويله باين على الفرقه. فانا شايف ان دي خساره من الحاجات اللي مش تقليل في اللعيبه اللي موجوده في الزمالك، ولكن هي في علم الكوره كده في التزام بيجي لك. لو انا لعيب صغير وربنا كرمني وبقى معايا فلوس كتير وبقى عندي شهره كتير، لازم يبقى عندي التزام، ابقى كويس. التزام ده بيجي لي منين؟ الثبات الانفعالي. بالظبط، بيجي لي منين؟ من اللي حواليا، من مدير الكوره بتاعي، من المدير الفني بتاعي، من اللعيبه اللي موجوده حواليا، من جمهوري. كل ده اللي عدى برضه بيه رمضان صبحي كيرفو عالي جدا جدا جدا، وبعد ما دماغه كبرت قوي ريتمه قل تاني مع جريده في اخر شويه، مع شد كويس رجع تاني. لما تشد دي المرحله التانيه في حياته، لسه عنده مرحله ثالثه في حياته. طيب كابتن طارق، انا بس عايز اسالك في نقطه ليها علاقه بتغييرات ماكليش، وهل الراجل ده مقنع ولا لا؟ وهل تعتبرش سؤال بدري شويه، بس يعني ايامه هتبتدي تتعدى على الصوابع في نادي الزمالك ولا لا؟ لا طبعا، الراجل عمل تغييرات النهارده ممكن تكون مش في حسابات بعض الناس، انما انا كنت متوقعها. لما نيجي نقول احمد حسن مكي نزل في الدقيقه 68، انا متوقع ان احمد حسن مكي يبقى هو التغيير النهارده مش باسم مرسي. ليه؟ لان باسم مرسي ماتش الضبعه بيلعب فرقه لحد ما هابطه من درجه ثانيه لدرجه ثالثه،
مستواها الفني والبدني مش بنفس القوه، وفيرود هداف الدوري السنه اللي فاتت مش عارف يجيب جون، مش عارف يأدي الاداء بتاعه، وبيبقى تغييره ماشي. فاعتقد ان الحته دي النهارده ان احمد حسن مكي يكون بديل النهارده، ده انا كنت متوقع ان هو الراجل هيديله النهارده، او محمد سالم واحد من الاثنين اللي هيبقى موجود ماشي. في ناس تختلف معاه تقول لك لا ده باسم رجليه في الملعب، وباسم ما انا رجليه في الملعب ومش عارف اجيب نفسي، مش عارف ادي نفس الاداء بتاع السنه اللي فاتت، حاسس ان انا ما اقعدش احتياطي لمايوكا او لاي في اي حد. لا احنا كان بيبقى عندنا عبد الحليم على كابتن ابراهيم، والمشكله ان عبد الحليم في نفس الموقف ده والمفروض يفوق باسم في النقطه دي، واعتقد ان هو بيتكلم معاه كتير. عبد الحليم علي كان بيبقى مكسر الدنيا وجايب جون النهارده والماتش اللي بعده يقعد، مفيش مشكله، بينزل ربع ساعه يموت نفسه ويقاتل على كل كوره. لا في لعيبه، في لعيبه بتنزل مقموصه. ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. ولا انا دعوه على مسؤوليتي الشخصيه، بقول لك هو لعيبه جوه نادي الزمالك لعيبه كبيره جدا، ومن بق الجهاز الفني نفسه اتقال كده انه في لعيبه بتنزل مقموصه وبتعاقبنا ان هم بينزلوا. انا كنت في الاستاد ماتش الضبعه، كنت في الاستاد بتفرج على الماتش، ونزلت الاوضه وقابلت باسم بعد الماتش على طول وسلمت عليه، قلت له شد حيلك يا باسم وربنا يوفقك وربنا يكرمك. باسم قبل الماتش ما يخلص خد شنطته ومشي عشان يتغير في فرق ماتش الضبعه. وانت فرود منتخب مصر المفروض، وانت فرود نمره واحد في مصر، طب انت باسم بتلعب يعني. انا مش عايز اقلل من الضبعه، الضبعه في ناس محترمه وفرقه محترمه وعملت ماتش كويس جدا على نادي الزمالك، انما في الاخر انت فين ككيان باسم؟ باسم مرسي انت بقيت دلوقتي من احسن فراوده مصر يا كابتن عادل، طب فين؟ مش عايز تجي، مش عايز تهين نفسك تاني؟ ساعات الضغوط بتجي لك من بره، بتجي لك من جمهور، بتجي لك من نقاد. اللعيب الوحيد اللي في مصر بيجي له ضغوط من نفسه، بص فاكر باسم ده؟ اللعيب الوحيد اللي في مصر اللي عمل ضغوط على نفسه، صح ولا غلط؟ تصرفاته عمل ضغوط على نفسيه نفسه. على نفسه بطريقه رهيبه. هي دي انك بتصور مش عارف بايه، وانك تجيب ايه، وانك تعمل في حاجات شخصيه بتاعتك ما ينفعش ندخل فيها طبعا، دي حاجه حريه شخصيه، ولكن ازاي انت تهرب من ضغوط الناس؟ انت بتعمل اصلا ضغوط على نفسك، انت الناس بتركز معاك اصلا دلوقتي بتصرفاتك مش بتصرفات الناس. لان انت بقيت نجم كبير، بقيت هداف الدوري، بقيت احسن باسم مرسي السنه اللي فاتت، واخد احسن لعيب في مصر. طيب انا بس مش عايز اشيل باسم، بس القصه كلها انا ما بقولش باسم، انا بقول على التغييره ماشي. احمد حسن مكي احمد حسن مكي لعيب غير محظوظ حقيقه. احمد حمودي برده تغييره، لان الراجل لعب الماتش اللي فات كامل ماتش الضبعه الى حد ما كانش برده المستوى اللي هو ظاهر بيه، او لسه مش عارف يجيب نفسه في النادي، بس برده تغييره مقبوله جدا. التغييره الغريبه بالنسبه لي مع مستر ماكليش في الدقيقه 90 بغير حازم امام. انا عايز الغي التغييره دي. وبعدين برضو بدايه التغييرات بالنسبه لمستر ماكليش من الدقيقه، ببدا اول تغييره ليا في الدقيقه يعتبر 70 68 يعني، برضو متاخر قوي يا كابتن عادل وانا خسران. انا هل هو مثلا مش عارف ان جمهور نادي الزمالك او نادي الزمالك بطل الدوري السنه اللي فاتت مطالب ان هو يكسب؟ التغيير اعتقد برضو فيها تاخير في بدايه التغييرات. وبعد كده اجبرني في تاخر التغييره دي الاولانيه ان انا اعمل تغييره في الدقيقه 90. يعني انا طب انا هنزل حازم امام في 6 دقائق، الحكم مدي 6 دقائق وقت ضايع، هنزل حازم امام، ايه اللي ممكن يضيفه حازم امام في 6 دقائق؟ في ظل ان انا اصلا عندي مشكله فنيه في نص الملعب كنت اقدر احلها بلعيب تاني زي احمد توفيق. يبتدي احمد توفيق عنده الميزه ان هو يقدر يقفل في نص الملعب وفي نفس الوقت يكمل في الحته الهجوميه كويس قوي يا كابتن عادل، وعملها في اكتر من ماتش خاصه في ماتش الدوله الكاميروني. نزل انتوا عارفين انتوا كلامكم رايح في اي اتجاه؟ اتفضل. فرطت من الزمالك؟ لا لسه ما فرطتش. لا ابتسمت ابتسامه صفراء. لا 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 مش ابتسامه صفراء، دي ابتسامه حمراء. لا 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 ابتسامه حمراء. طيب انا بس اعرض لكم كده، اعرض لكم ميدو كاتب ايه على تويتر، وارجع تاني لنفس النقطه اللي انا بتكلم عنها. ميدو بقى قال لك ايه؟ قال لك للاسف ما يحدث في الزمالك ليس له مثيل في اي نادي في العالم، اليوم ستبدا المؤامره على ماكليش، كان الله في عون الرجل، سيضحك الكثيرون في وجهه. اللي بعده قال لك اطالب اللاعبين بالتماسك ومحاوله ابعاد انفسهم عن المسلسل الهزيل اللي بيعيشوا فيه الايام القادمه، انتم قادرون على اخراج الفريق من اي مشكله. اللي بعده لا قدامنا هو اول من يطعنونه في ظهره، الزمالك بالنسبه له مجرد اداه لجمع وكسب اكبر عدد ممكن من المصالح في اسرع وقت ممكن، كان الله في عون الجماهير الجمهور الغلبان. ده الكلام اللي كتبه احمد حسام ميدو، والحقيقه انه كلام ما يعديش يا كابتن عادل، صح ولا لا؟ انا لا تعليق. لا تعليق. انا لا تعليق. ليه بقى؟
لا تعليق ان هو مبدئيا ما ينفعش مدير فني فريق يكتب الكلام ده بعيد عن بقى اي مشاكل موجوده. نادي الزمالك انا بالنسبه لي يعني مشجع للنادي الاهلي، مش هقول لك ان انا بحب مشجع النادي الاهلي، بالنسبه لي كلام عادي ما يعدي، لكن انا بقول لك ما ينفعش ان نادي كبير زي نادي الزمالك ولعيب كان كبير بحجم ميدو ومدرب بقى مسك الزمالك مرتين ومسك نادي الاسماعيلي بقى خلاص بقى ليه دور موجود، بقى ليه دور كبير موجود في مصر كمدرب. بس الراجل برضه في النهايه مشجع زملكاوي مش عارف يفصل نفسه. لا 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 ومن واقع انه كان قريب قوي من نادي الزمالك فشايف قال لك في مؤامره تحصل على مكليف. لا هو مبدئيا الكلام مش صح، انا مش شايف ان مبدئيا من الحاجات الغلط انك تبدا تتكلم في يعني سيب الظروف هي اللي تحكم. انا بالنسبه لي حتى لو انا عندي مشكله مع لعيب اسيب الظروف هي اللي تبين لي اذا كنت انا المشكله عملتها لي كانت صح ولا غلط. لما اجي امشي لعيب من عندي من فرقتي مش لازم اثبت للناس كلها ان اللعيب ده وحش، مش لازم اثبت للناس كلها ان اللعيب ده غير قادر انه يلعب في النادي. لا اسيب المواقف واسيب الظروف هي اللي تحكم. ولما انا اكون في موجود في مكان ان عندي مشكله في المكان لا اسيب برضو الناس تديني حقي حتى لو انا حقي من غير ما اتكلم. هي دي المعلمه ودي ده الاحتراف وده يعني ده اللي انا اتربيت عليه. انا مثلا كابتن حسام حسن مشي من نادي الزمالك راح اشتغل في الاتحاد، راح اشتغل في المصري حاليا وعامل نتائج في منتهى الروعه مع النادي المصري حاليا. لما مشي من نادي الزمالك في بدايه الموسم شكر مجلس الاداره على الرغم ان كابتن حسام ما كانش لسه خد فرصته وقته كبير ثلاث ماتشات ما كانش لسه خد وقت كبير ومع ذلك ما فتحش بقه على منتخب الاردن اربع ماتشات يعني ما فتحش بقه بكلمه. الكلام الكتير يعني بلاش خلينا نبص مش انت كمان مش عاجبك كلام ما احنا حسامين طبعا يعني عيب بقى يعني عيب. ده نادي الزمالك نادي الزمالك حتى لو ماسكه مين نادي الزمالك اسمه نادي الزمالك بلاش نوقع الناس من دلوقتي. لسه الدوري في الملعب ابو خليل وانا ما زلت بقولها حتى لو النادي الاهلي بس كلامكو النهارده احنا بنحلل احنا بنحلل ابو خليل وضع ما ممكن في ثانيه النادي الاهلي كان السنه اللي فاتت خسران من نادي الزمالك في كاس مصر وبعديها باسبوع راح خد منه السوبر صح كابتن عادل ولا غلط؟ حتى لو في الخبرات اللي قال عليها كابتن عادل حتى لو في قوه الاسماء اللي موجوده في النادي الاهلي او انما برضه نادي الزمالك يملك من اللعيبه حاليا هي نفس الاسماء اللي خدت الدوري السنه اللي فاتت ونفس اللعيبه اللي خدت الدوري السنه اللي فاتت باستثناء واحد او اثنين او ثلاثه او اربع لعيبه برضه ما يسيبوش يعني يسيبوا تاثير طبعا بس مش تاثير اللي هو ايه اللي هو يوقع الفرقه ان يبقى فرق مثلا كبير جدا بينه وبين النادي الاهلي. انا في الاخر انت لسه كنت موجود في جهاز نادي الزمالك ومشيت بشكل معين المفروض ما تتكلمش لان انت ابن من ابناء نادي الزمالك. المفروض ان انت ابن من ابناء نادي الزمالك سيب الناس تشتغل سيب مستر ماكليش يشتغل. انت في مشكله بينك وبين حد معين في الجهاز في مجلس الاداره لا يعني 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 فعلا زي ما بيقول الكابتن عادل سيب الظروف هي اللي تحكم عليك. الناس بتتكلم دلوقتي رئيس نادي الزمالك بيتكلم دلوقتي ان هو من ضمن غلطاته ان هو ماشي حسام حسن. طب ما تخلي الناس تقول كده خلي الناس هي اللي تقول كده بلاش انت تتكلم في الامور دي يعني. طب ده كان تعقيب مهم جدا من حضراتكم كابتن عادل وكابتن طارق والاثنين متفقين على انه كان لا يجوز لاحمد حسام ميدو انه يتكلم في راي له علاقه لا بمؤامره داخل نادي الزمالك او حديث عن نادي الزمالك في هذا التوقيت من دافع او من باب اولى زي ما هم ما شايفين انه كان موجود كمدير فني لنادي الزمالك وابن من ابناء نادي الزمالك ونادي الزمالك يحتاج الدعم في هذا الوقت. هناخد فاصل سريع جدا وبعد الفاصل مكملين مع حضراتكم مع الكباتن كابتن طارق السيد كابتن عادل مصطفى.